بونجور، مرحبا بكم سير ما شان برينسا كيتشان. اليوم راح نديرو ان كاتو او فرماج فري، وراح نسحقو 100 غرام تاع مايزينا، 90 غرام سكر، زوج حبات بيض، 250 غرام تاع جبنه الكريمه الطازجه، ونسحقو تاني زوج مغارف كبار تاع ماء زهر. نبداو بالبيض، نديرو بيض البيض وحده، راح نديروه اونيش، نطلعوه اونيج ونديرو معاه قرصة ملح باش يطلع لنا غابيدمون بالباتور ولا بلو روبو بيتر. توجور تبداو بفيتاس ناقصة ومن بعد طلعو بيتيت ابتي، و دون ان ريسيبيون وحدو افيك ان فوي خلطو صفار البيض مع السكر والماء زهر، خلطو مليح حتى الخليط هذا يولي لكم بيض ويدوبلي لو فوليوم. توجور عسو بياض البيض اسكو طلع لكم اونيج ولا مازال، وبعد زيدوا في الخليط تاع صفار البيض لو فرماج فري والمايزينا وخلطوا بيان كوم يفو بالفوي، وهامنيك لي بلون اون ناج تاعنا طلعوا لنا مليح بيان كوم يفو. نحبسوا الخلاط ونجيبوا اون ماغيس هاد الخضره ونضيفوا بياض الثلج هذا مع الخليط تاع صفار البيض، ونقعدو نرفدو اون سولاف كي نخلطوا بلا ماغيس بور نو با كاسي لي بولدير باش يجينا ان غاتو بيان ايري. بيان ايفيدامون ما تنساوش تشالوا الفوغ تاعكم يسخن دروك سي لو مومون، وجيبوا ان مول ديروا له بابيي كويسون وديروا لو بور فلوتور افيك لا فارين باش ما يلصقش، باسكو هاد الغاتو يجي بزاف ليجي. وعمروا لو غاتو تاعكم في لو مول وطيبوه لمده 30 دقيقه على 180 درجة، وخلوه يبرد نص ساعة في المول قبل لو ديمولاج. حطوه في طبق التقديم، رشوه من الفوق بشوية سكر غلاس، وهنا كان عندي الكرموسية بس زوقت بيها كامل فوق، وما تاكلوش دروك، ديروه في الفريغو لمدة على الأقل ربع سوايع باش عادة تاكلوه بيها مفخي، ولا خلو حتى غدوة الصباح سي ميو. اي فوالا، رانا لحقنا لا فان دو لا فيديو، جيسبر كو تكون عجبتكم لا ريسيت اي كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش ديروا لي ان بتي لايك اي بارطاجي هاد لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم، ديروا لي اشتراك في القناه، ولا ليست تاع لي زانغريديون راح تلقاوها مكتوبه لتحت في لا بار دانفو. ما تنساوش تابعوني على مواقع التواصل الفيسبوك والانستغرام، تلقاوهم مكتوبين لتحت في صندوق الوصف. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو دون اون اوتر ريسيت.